وقت قد عدي تولي نون دين عزول فلا ونصو في سوى نغاري سلن ست مزيغ تزوالا يعني في دوا سزن زلاثي ماذي وان اغنى ونوض فار نزن زلاث تسنع نيني ذات فيزيولوجي جرث نزن زلاث سيغين ثلاثة في شرث ستة نتصدرين غفوك موض نجتر على حساب النساء لنقي ضعاي ميث وث غاف 833 دقائق ذي توزين ستاني كيلومتران غاف وسمان طيوان تلعوانان وجزو نجي جرث صفحي بوسها ذو حريش تنزوث ميادنا فنغلف تنزوث كما لرزيقي نذكن أذيلين تدق سنت مليلين لكو ذي فلحان قتربين المال ذوي ذي قتربين إزقارن المال نخسوم أزقوها كان أذيلي وسنقص السواب نخسوم دو سقع ذي الفيدان يمسي ذار ذي مذنو ونادر زيق ذي ثمليلي ذي ذي تمقارن ناغا كدنيان ذا ديم يقار لكو ذي فلحان أخسوم ولم خيرا أرينز كان سوزل مثل ميان دينار من الجزائر براهيم برقش كان حديث صريح معهم أخوي والحمد لله لأن مع الأسف الشديد ما قيل لهم وغير الحقيقة وتكلمنا معهم نحن وزارة الفلا وزارة التجارة لم تتكلم على سعر 800 دينار باش نتفقوا من تكلم على هذا السعر هو رئيس نقابتهم وهم تبرؤوا منه لأن هم تكلموا على شيء أخرى وحنا اتفقنا معهم سمعنا لهم انشغالاتهم كلها اتفقنا معهم راح يكون عندنا لقاءات أخرى الأسبوع القادم ذقوري صدغا غفو انشتقينا دون غلاف تنزو ذاكن لسوا مذيلين أمخي ولم وذي سقعد أكن أذقضون مدن أمخي فغان نحن لا نحدد السعر نحن لسنا هيئة تحدد السعر نحن سنقرب بين المنتوج الوطني وبين القدرات تاع المواطن باش نلقاو سعر تناسبي توافقي على الاقل يختلف عن الاشهر الاخرى لان قلنا رمضان شهر خاص شهر من المفروض فيه فرح للجميع شهر من المفروض تكون فيه مساعده للجميع سنجد ذلك يعني نحمي هذا ونحمي هذا والايام بيننا ان شاء الله باش نوفق ونحقق ذلك ذوك سالي النظام انا فاكاك غلان محمد بوضياف نوجزو ناقص سنطينا يزراد العضيل ذي ثونيي نيقات فغان تيدي ديك شمن غار ونفاك امتي ذبويت هذا غاني قروحان غار العمراء ميلان توجر ثانيه كان وكان اذونيا مشى يلاد العضيل وثلاث ثمراء وكان اضرجون الدقس التليث لطغى ذقيض وكدنيا ذاين دي صدفران الغيظ مقرون غاري مينيين ميرجان الطاس دينا شمس الدين تم فاللي قالوا لنا البول على 8 نرزق مازال ما كاش انا طبنا عينا وراني مريض مكتوب راني مريض علاش السبب ما على باليش علاش ماشي غير انا كاين لا 800 عشيه من 7 تاع الصباح وهنا هنايا وعويناها من برا راكدين في الطاكسيات ومن الصباح وما ما جا واحد ما جانا حتى مسؤول قيمنا والله هدر معنا من الصباح ونسانا من برا في البرده والمصلي معمر الفوقه في مرة الرابعة وصلنا لهنا على 8 من 8 احنا قاعدين هنا في المطار او قال لك على 8 ونص هي 9 هي 10 قعدنا حتى لدرك هنا قاعدين هنا الباق الاولى قدامنا راقدين مساكن راقدين في الكراسة ولينا احنا قعدنا عدنا نقعدوا في الارض طلعنا للميضات كومبلي طلعنا للجامع كومبلي عدنا شياب ما لقينا وين نقعدوهم وين نرقدوهم احنا رانا رانا رايحين نجيبوا العمره واش تجدونا في هذا من الصباح من 3 نتاع الصباح قلعت من 3 نتاع الصباح من بجد انا دي غير ثبت انت ندار انا في مصداق انت دارت نولد السي علي ذي ثغوانت ان الجزار ذو يزدون ثبت انت سفقن عند الغيضان سن وستوران ثي فرات بوهران اتمقان ذو يثن تمتع ماذا صواد غاري غار فزن هذا تريسيتي ذو امان ذو ايان النظام ستوران ذو قنشتا سعيد حريك يا حي يا قيوم الماء اللي المواطن راهي يجيب الصهاريج تاع الماء ب 40000 50000 للصهاريج تاع الماء عندنا عندنا الشبكه الكهربائيه المهترئه عندنا الطرقات عندنا الغاز اللي عده منازل حوالي 40 ولا 50 منزل ماهيش مستفيده من الغاز عندنا مسجد الرحمه ها هو راه عنده مشكل تاع تريسيتي ها هو راه فايت الله لي منا طلبنا من السلطات المعنيه والمحليه باش يسوي لنا الوضعيه يريقلوا لنا التريسيتي رانا ما نقدروا نجمعوا تبرعات ما نقدروا نديروا حتى حاجه طلبنا منهم مشكينا لهم لا حياه لمن تنادي لالين هذه الشرم منها هذا العرش هذا من كل
الماء على بالك درك من التيو ضعيف، درك كي يحلوا جماعه من هي نقولوا في مثل 2020 هنا ما كان والو، وعلى حفره هنايا قال لك نشوفوا الماء وين راه يروح. هو الماء اصلا التيو ضعيف ما يلحقناش حنا هنا. ها مره الحمد لله هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ها وراه التيو هاك تشوف هذا هذه لالين كيما اللي تجي تدي دونر ثفات.